اليوم الرئيس قيس سعيد اللي هو كان جزء من الأزمة خلال الأشهر الماضية، اليوم خرج الشعب من 25 جويلية، استمع الرئيس إلى شعبه وقام بثورة تصحيحية لتصحيح المسار. اليوم الأوضاع السياسية كانت متعفنة داخل البرلمان، كانت صراعات يومية ونشوف في مسرح فضيحة سياسية بأتم معنى الكلمة. كل ما ثم جلسة عامة اليوم كنا نتفرج على مسرحيات، اليوم ثم ترذيل للأحزاب السياسية، اليوم ثم أزمات متعددة، أزمة صحية، أزمة مالية، أزمة اقتصادية خانقة البلاد تقريبا على شفا جرف النهار. اليوم الرئيس استمع لشعبه وقام بهذا التصحيح لمسار الثورة. نعم. لم يأتي على ظهر دبابة، بل أتى بانتخابات تقريبا ب 72% من الأصوات. إذن أنا أقول أن النخبة السياسية وفرت لرئيس الجمهورية هذه المناخات للقيام بهذه الثورة التصحيحية. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت عندي زوز نقاط باش أدلي بدلوي حولهما، انضفت لهم نقطة ثالثة متعلقة بحضرة الأستاذ وقت اللي حمل حركة النهضة باعتبار عندها النصيب الأوفر وهي تتحمل الجزء الأكبر، والجزء الثاني زاد دعم الأستاذ العجمي اللي ما فاجئنيش بخطابه اللي تماشى مع خطاب حركة النهضة منذ تقريبا 10 سنين اللي أديت إلى النتائج اللي احنا عايشينها تو. الخطاب فاش يتمثل يتلخص فيما تفضل به الأستاذ وقت اللي قال هي عندها الحجم الأكبر. لو أنه كان عند الحجم الأكبر وتصرفت وفق الحجم الأكبر ما كان يحدث ما حدث. فلسفة حركة النهضة ونستغل حضور السيد العجم الوريمي فلسفته منذ 10 سنوات هو أما من جاءهم يسعى وهو يخشى فهو معنه تلاه واللي يخدم على خلاف ما نادت به الثورة. ناس أجرمت في حق هذا الشعب تحت شعارات مختلفة من بينها الوفاق والوئام والحب والغزل و كل عناوين الحب والحمام ويطير والعصافير وتزقزق. لقينا رواحنا امام قله قليله كانت تحكم في تونس. الدستور كي تعمل ما قالوا عليه دستور خوانجية، والدستور هذايا بالاصوات التي صوتت لشكل من اشكال الدستور قالوا لا يلزمنا دستور اخر يمشي براي الاقليه. الاقليه كانت تحكم لان صوتها عالي، مدعومه بالاعلام، مدعومه برجال الاعمال الفاسدين جزء منهم، مدعومه بقوه اقليميه اللي هي غلبة الصوت العالي نتاع قلة قليلة اللي كان عندها السلطة الحقيقية هي تحكم. لا عندك أغلبية في البرلمان لا أغلبية في الحكومة. خلينا نحط الأمور في نصابها. لن أستشهد بصحيفة تركية ولا بصحيفة قطرية حتى نشخص ما حدث يوم 25 جويلية. يوم 25 جويلية سيدي عام نقرأ العنوان نتاع أرتيكل في جريدة ألمانية. الأرتيكل في جريدة ألمانية باعتباري عضو مؤسس في جمعية إيد الحرية من التسعينات أسد. شو يقول العنوان هذا في ألمانيا؟ ألمانيا الفيدرالية. يقول Wann sich seit Sonntag in der nordafrikanischen Land abgespielt, trägt alle Züge eines Putsches. Und Europa sollte sich schnell fragen, was seit dem arabischen Frühling alles schiefgelaufen ist. يلزم تسأل أوروبا شنو اللي ما مشيش حتى يحدث هذا الانقلاب. وش قالوا؟ اسمع الجملة الجميلة اللي تلخص لك الوضع. قال لك was watschelt wie eine Ente, quatsch wie eine Ente und aussieht wie eine Ente ist eine Ente. بمعنى من كان شكله شكل البطة والصوت الذي يخرج عنه من فيه صوت بطة ومشيته مشية البطة لا يمكن أن يكون إلا بطة، لا يمكن أن يكون قطة هرة أو كلبا أو أسدا أو غزالا. هذايا اش تقول جريدة زيدوتش سايتون بين قوسين لا يفهمها الرعاع السواد الأعظم نتاع الأمة الألمانية ما يفهموهوش، يقراو في جرائد أخرين، يقراو في بيلد سايتون، تيت سيت، أبن سايتون. أما زيدوتش سايتون يلزم بالفعل الحد الأدنى سميك نتاع الفهم، على خاطرك أنت يا سي العجمي وقت اللي تكلم حيط، الحيط ما يفهمكش، أو بالتعبير القرآني بل ران على قلوبهم، فما عبيد جهل ران، ران معناها الأسود، تغلف قلبه والله ما يفهمك. الحقد نتاعو زج به عن اقتناع، زج به انه يلزم العدو الاكبر له. خلينا بالارقام اللي وقع الانقلاب عليه كما قالوا الالمان، الالمان قالوا بوتش زي دوتش سايتونغ قالوا هذا انقلاب ويحمل كل اريمي اكمالي اينس بوتشز، كل علامات الانقلاب اللي خلقها ربي كل موجوده فيه. الانقلاب كما قال احد قيادات النهضه نتاعكم تبارك الله عليه بارع ياسر قال لك ما شفتش انا الطيارات على تصف البرلمان، عبقري هذا كبير ياسر. راهو الانقلاب مش يكون بالضروره بطائرات تهبط وابل من الرصاص، هذيك جريمه اضافيه.
اما الانقلاب يكون باشكال مختلفه. التوصيف التوصيف المهم هذا ما حدث انقلاب. نعم. المهم احنا مفهم علامات وكذلك عديد الصحف وبين قوسين موقف الجاره العزيزه الجزائر. خي ما قريتوش بيان الخارجيه الجزائريه شنو قال ولا الجزائر زاد عندها اطماع في تونس. الجزائر الخارجيه تبون تحدث طويلا واكثر من مرسول بعث للسيد رئيس الجمهوريه ويقول له الجزائر حريصة على التمشي الديمقراطي وكذلك الخارجية الأمريكية في نفس السياق يهمها ترجع المؤسسات لأن تشتغل. إذن ما حدث في تونس هو انقلاب وخرق للقانون شيء من شيء وأبن أبا. ولكن أنا عجبني عطار الحومة شو يقول العطار؟ قال لي والله يا سي عادل الانقلاب احنا اي انقلاب هذا احنا مع الانقلاب حتى تولي باقيات ب 4000 احنا معاه. أنا شو نقول؟ نقول له كان مشكلتك ال 4000 وأنت من بعد تقدر عليها ال 4000 باش يشيل الباقيات وكان مشكلتك انت ترضى بالمنظومه هذه خلينا نتفقوا ومن بعد نمر للنقطه الاخيره ونفتح نخليكم النقاش واصلوا لتتحدثوا فيما تشاؤون. كي نتفقوا نحن ونقولوا راهو الفتنه التي زرعت الان حتى اصبح خايف برشا من سيناريو الجزائر القديم تاع التسعينات. كي ما كومش فايقين اللي ولا الخو يعادي خوه والولد عم ولا يعادي في ولد عمه حرب اهليه في وسائل التواصل الاجتماعي ناس حقدت على بعضها بفتنه زرعت تقسم الشارع. خلينا نتفقوا هالقسمه اللي صارت هذه اغلبيه ولا اقليه واحد يلزم يقول انا نعم مع الانقلاب دون لوي لا يعلق النصوص لانه واختم هوبز شو يقول او عن الفيلسوف الكبير زوز فيلسوف شو يقول لك؟ يقول لك الانسان شرير بطبعه. يا سيدي نحوها نظريه هوبز ونقولوا ينزع الانسان بطبيعته الى التسلط وهكا ويحب ينتزع السلطه هذه. اذا جاء القانون كما يقولوا الفرنسيس لو موندي ديجا في كيفاش ننظموا حياتنا البشر فيما بيننا كيما ننظموا طرقات البيع والشراء ونحوه. احنا كيفاش ننظموا ننظموها بالقانون الدستور توزيع السلطات فما سلطه قضائيه فما سلطه تنفيذيه فما سلطه شرعيه وفما السيد رئيس الجمهوريه. السيد هذا يوم 25 جويلية قال انا ربكم الاعلى لا اريكم الا ما ارى انا السلطه التنفيذيه والتشريعيه والبلديه والكشافه والدين الكل عندي انا. اذا خلينا نتفق الناس اللي تشاهد فينا توا من حق قول راني انا مع الانقلاب كيما واحد ينجم يقول انا مع تعاطي المخدرات او يقول انا راني مع الاجرام او راني نقول مع اي شكل من اشكال الانحراف هلا غالب. نعم. هذاك شعطاه مخ ولكن يلزم توضح الرؤيه. زوز مسارات عنا مسار الحق والقانون والعدل والدوله ومسار الخبل والهبل و انا ربكم الاعلى واضح.